مرحبا، سوف يكون حديثنا اليوم عن Thermodynamic Introduction. كما هو مكتوب أمامك، Thermodynamic is used to describe processes that involve changes in temperature, transformation of energy, and the relationships between heat and work. عليك أن تلاحظ أيضا أن Thermodynamic لا يهتم بتركيب ونوع المادة التي نتعامل معها. يتم استخدامه لوصف أداء أنظمة الدفع وأنظمة توليد الطاقة، ولوصف تدفق السوائل والاحتراق والعديد من الظواهر الأخرى. أول المفاهيم التي عليك معرفتها هو System and Surrounding، وأول نظام سوف نقوم بتعريفه هو النظام المغلق Closed System، كما هو مكتوب هنا A Closed System also known as A Control Mass consists of a fixed amount of mass and no mass can cross its boundary. But energy, in the form of heat or work, can cross the boundary. Then the volume of a closed system does not have to be fixed. وكما هو في الصورة أمامكم، هذا نظام مغلق تماما، ولا تستطيع المادة التي في داخله أن تخرج منه ولا تستطيع الدخول إليه. لذلك تعتبر الكتلة ثابتة دائما في النظام المغلق. ويمثل الخط الأحمر Imaginary Boundary، ويمكنكم ملاحظة أن الطاقة يمكنها الدخول والخروج من ذلك النظام، وأن الحجم لن يكون ثابتا. فمثلا لو نظرت هنا، سوف تجد أن هذا النظام المغلق تماما الذي أمامك يوجد في داخله غاز، وكتلة هذا الغاز ثابتة 2 كيلوغرامز، لأن النظام مغلق ولا يمكن للغاز أن يخرج منه أو يدخل إليه. وقد جعلنا الجدار العلوي للنظام عبارة عن حاجز متحرك Moving Boundary، بينما باقي جدران النظام ثابتة Fixed Boundary، وقمنا بالتسخين، وبالتالي هذه الطاقة التي أدخلناها للنظام على هيئة حرارة Heat سوف تجعل الغاز في الداخل يتمدد ويرفع الجدار المتحرك للأعلى، وبالتالي يتغير حجم النظام المغلق ويصبح أكبر. لكن لو if as a special case even energy is not allowed to cross the boundary the system is called an isolated system، وذلك هو النوع الثاني من الأنظمة. أما النوع الثالث هو النظام المفتوح open system، كما هو مكتوب هنا an open system or a control volume both mass and energy can cross the boundary of a control volume. يمكنك ملاحظة النظام المفتوح أمامك هنا، حيث يوجد فتحة في الأسفل. يمكن للمادة الدخول إلى النظام منها، أو الخروج من النظام من خلالها. وبالتالي في النظام المفتوح، يمكن لكل من المادة والطاقة الدخول والخروج من النظام،